تزامنا مع الاضراب العام الوطني بقطاع الصحه التي خضوا التنسيق النقابي المكون من 80 نقابات قطاعيه ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل من اجل المطالبه بالحفاظ على صفه الموظف العمومي بقطاع الصحه وفي مقدمتها مركزيه الاجور والاستقرار الوظيفي وعدد من مكتسبات الوظيفه العموميه، وكذلك من اجل تنفيذ المحضر المشترك بين النقابات القطاعية ووزارة الصحة والمحاضر المتفرقة ديال النقابات على المستوى القطاعي اللي فيها واحد مجموعة من المكتسبات اللي سنتمناو التنفيذ ديالها في أقرب الأجال. كذلك سنطالبوا بزيادة العامة في الأجور لنساء ورجال الصحة اللي تستثنوا منها قطاعيا، وفي الشك أنه على مستوى الحوار الاجتماعي. الوقفة ديالنا اليوم هي تجي من أجل التنديد بواحد مجموعة من التجاوزات على مستوى المؤسسه ديال المركز الاستشفائي الجهوي اللي فيه المستشفى والمركز ديال الانكولوجي. للاسف هذه المؤسسه الكبرى على مستوى الجهات بني من الخنيفره ستوجد تحت تدبير احدى المديرات اللي تتميز بخلق الاحتقان داخل القطاع والتعسف على الموظفات والموظفين، سواء الموظفات على مستوى الممرضات اللي تتعرضوا لواحد المجموعه من الانذارات كيدية، كذلك نموذج المصلحة ديال طب الأطفال، كذلك على المستوى المصلحة ديال المستعجلات اللي حنا تنوقفوا في القرب قريب ليها، أن هذه المصلحة كاين إحدى الطبيبات اللي تتلقى استفسارات شبه يومية ما فهمناش علاش كاع السيدة كاع هذا حقد على هذه الطبيبة. كذلك بالنسبة مطالبنا اليوم هو ان التدخل ديال الجهات المسؤوله سواء على المستوى الجهوي او المركزي بفتح تحقيق في التجاوزات ديال هذه السيده هذه والوقوف عليها. حنا تنقولوا بان الاخوات ديالنا الموظفات بشكل رئيسي، وهذا هو العجيب في الامر، هو ان سيده مديره تضطهد النساء بالدرجه الاولى. تنتمنوا ان بالنسبه للاداره على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقان اللي تيعرفوا القطاع على المستوى هذه المؤسسه الصحيه الكبرى بالجهه. جات على اثر مجموعه ديال الخروقات بالإدارة المستشفى الجهوي من استفسارات ومضايقات للأطر الطبية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وهنا كما كنشوفوا الشغيلة منتفضة وما عجباش الحال بخصوص هذا التسيير وهذا التدبير وسوء التدبير ديال مديرة المستشفى الجهوي البني ملال. ومن بين المشاكل اللي أفادت الكأس ان الاستهداف ديال الطبيبه الشرعيه وعرقلتها في سير العمل ديالها العادي والطبيعي، والدكتوره ديال المستعجلات اللي كتعرض للاستفسارات يوميه وكيديه.